the fuck up. Get the fuck up. كما ديال الورد عرفت لك كما ديال الورد اللي تيوقفوا عليك تيحرجوا قدام التيتيز وانت كتبغي تبان كيوت زعما وكتبغي تبان انك الاطفال احباب الله اوكي حويوك لا هادوك ولا هادوك ويلي ويلي وانا كيعجبني اوسي ابداع المغاربه انهم تيفهموا بعضياتهم بمعنى فاش كيبغيو يسعاوك انا بغيت شي مره والله كل لقيتها حتى كنت غنتعاون معاها لقى شي سعايا ما دايرهاش الزيف سعايا ما مقاده وزوينه ومتوزه وما دايرهاش الزيف يا خويا كلهم دايره الزيف ما فهمتش يعني هما عارفين انك انت ما غتشفق عليها حتى تمرمد الملابس ديالها في التراب وما تشفق عليها حتى تشوفها انها حيت شرف الاسلام كاين هذه القضيه العاطفه واوسي بنادم لان انا هذا هذا الصداقه المفهوم ديالها كله ما عنديش معاه وي هذه اللي كتطلب ما كتمشيش ربها تمشي بلاصه راه كتضرب الدوره وكترجع للجامع يعني هذوك اللي تماك خاصهم يشوفوها المسلمه المؤمنه الضعيفه اللي تستاهل الحسنة وربما الدعوة ديالها مقبولة تخيلي انت طلقة شعرك وكتدعي مع شي واحد سير الله يعطيك ما شوف الزيرو كل مجتمع الطلاب اللي فيه أنا لاحظت تيعتمدوا على نقاط الضعف ديال هذاك المجتمع دابا المسلمين ما كيصدقوش هم المسلمين تيصدقوا اولا كاين منهم اللي كيبغي يبان داك لو مام واخا كيبقى يدير راسو ديك هذا وكيحضر راسو زعما كاين راه ما باغيش يبين وراه باغي يبين الله يا ودي هو ما كرهش ماشي هو كيعجبو يكون دايز معاك ويحضر راسو ويجبد جوج دراهم ويحضر راسو ويتم غادي يرجع ويقول لي هكا باش انت تشوفو تقول كبر لك في النظر ديالك كبر لك في المؤخره ديالك طلعوا النيفو ما فهمتش السوريات لا دوك السوريات ولا واحد النيفو اخر ولا دوك العرب المغاربه اللي كيديروا راسهم سوريين دابا اللي بقى فيه فهاديك ديال السوريات هو ان المغاربه بما انهم ولاد القحبي استغلوا الضعف ديال هذوك السوريات ولا سيتوياسيون ديالهم انا والله تبقى عقل على واحد السوريه كتطلب قال لي عيني زرقين وخسر لا هو المهم عنده خصها تكون عيني زرقين والبشره ديالها بلقاء صافي لانه حتى الخلفيه الثقافيه ديالها كانت متعلقه الخلفيه الثقافيه ديالها وقال شوف الخلفيه ما تطالعش عليها السيده مسكينه تلبس داك الشيء مع الهل باش يالله ما يحويوهاش وشوف واش هو مع الهل واخا تلبس داك الشيء ماشي مع الهل راه داك الشيء كيبان لا لا تيحاولوا والله اعلم ابقى انا ما تنبقاش مزوم يعني تيبانوا ليا خارجين طار السبل نقول اوكي منهم مساكن راهم جالسين داب ما عندهم ما يديروا ناري هذوك اللي يطلعوا الطوبيسات هذوك عاوتاني عالم جديد هذوك اللي يطلعوا الطوبيسات المهم كيطلعوا في كاع اي موين دو ترانسبور وما كيبغيش يخسر عليك الوقت كيطلبك وهو معفر عليك كيبغيش يخسر عليك وقت كيحط لك ورقه هذوك خريه ديال الضحك لا لا هذوك النقطه اللي كنهضر فيها هي دوك السوريات قلت لك هاد خونا بغى يتزوج بها ماشي بغى يتزوج بها بنيات صافيه زعما انا واحد البنت انا نفهم معاها تنعرفها ولا نو بغى يتزوج بها بحال هكا كيقول لامو قال لها شكون في حالك شوف لانفستيسمون كيفاش داير انا كيجيوني المغاربه فهادشي كيانفيستيو اعلان اريجو الحب كنهضر على دوك السوريات اللي تيطلبوا اش كيديروا لهم المغاربه دابا واش قال لمو باش يقنعها وفي نفس الوقت لانه باغي يحوي راه زبو واحد الاخر روحو وفي نفس الوقت باغي يضرب 100,000 عصفور بحجر واحد كيوقف الاخر هو العصفور اللي ضرب تيجي باغي يشير عليه وتترجع عليه تيقول شوفي منها شو شحال من عصفور باغي يضرب منها نكونوا مزيانين مع الله ونقضوها من الشارع
ما راه دار حسنه نستروها. هو في الاصل باغي يستر زبو لانه كل نهار تيخرج له لي يستحلمو في داكشي ديالو موتا تصبن داكشي لان الرجال عندنا ما تيصبنوش داكشي ديالو موتا تشوف باغي يستر القضيب باغي يستر القرض راه هو الوحيد اللي غادي يتستر في هاد لا سيتوياسيون هي مسكينه راه كيف ما كان واكلوا ناس وشربوا زعما او بيغ ديك اوروب ولا غادي نشوف كيفاش غادي دير دوز الدفه الاخرى ولا كاع كاع الا تناكس المهم غادي تلقى شي سيتوياسيون. لو سمع سمع ولد القحبه ها الحجر الثاني هو زبو اللي غادي يسترو والحجر الثالث هو قال لك قال لامو دابا معاه هو ولد القحبي ساكن مع امه قال ليها ودابا انتيا قال ليها ماما قال ليها انتيا هذا راه ما خدامش فيه لان هذا يخدم ويجلس وساكن مع امه شوف قال ليها دابا هي ملي غتجي قال ليها انتي ما غتبقيش تدبي راسك تشقاي وهذاك الشيء وهذا نو قال لها ملي غادي تجي البنت غادي انتي تجلسي وهي اللي غتبدا دير هذوك المهام يعني خدامه وحوايه وشنو تاني و تلقون المغفرة. شو شحال من أصفر ولد القحبي غير يسرها يعني في الآخر يعني تلقاها واحد السيدة اللي كتطلب ولك شي ويسرها من سابية هي هذيك اكزاكت برابو هولاك سابية نيشان واحد السيدة هربات من صافي أنا غنستغل الضعف ديالها وأنها وقالها لها هكا قال لها إلا شتي بحال هاد الموديل هذا قلتي شحال هذا ديما تيلاه جاو السوريين قال لها شتي بحال هاد السيرة هذا قال لها واخا ما عرفت شنو ما تلقايش كيف كيفكروا في الأمر اقتصاديا ولا هو يسر شي سينيغالية السينيغالية صرا ولاو والله وما تنساوش العصفة صدقة جارية لا السينيغالية فيهم هذوك الخيبوعات اللي ما كاين مازال دوك السينيغاليات اللي كيكون عندهم واحد الخلفيه ثقافيه متالقه وداك الشيء هذوك بعدا كيدبروا على ديال السبا وداك الشيء هذوك ما عاودوش السينيغاليات ديالهم فهمتي لون الشعر فهمتي وغوف عده احيان النيف الخلفيه المتالقه فهمتي ثقافيه المغربي وي تستر زعما لا ثقافيه لا المغربي كيهمو الشهوبيه والزروقيه وانا لاحظت واحد الحاجه وهذه ماشي غير في هذا الشيء هذا في كاع المجالات المغربي ما كيقلبش على شنو هو تيبغي يعني هذاك نجلس مع كري ونتجاوب مع كري ونقول لكري انا كيعجبني هذا الامر واخا مختلف او نبقى كنكتشف راسي بدون تاثير المجتمع اللي داير بيا نو ما عندهمش ديما المجتمع انا ستوبيد ديما المجتمع معاه المجتمع كيعجبو البنات زرق عينيهم زرقين هو حتى هو بالنسبه له اكثر حاجه طوب يقدر يعجبها هي وحده عينيها زرقين المجتمع كيعجبو بنت شعرها اصفر اذا هو خصو يبان هو راه ما كرهش قدام دراري صحابو الصوره ديالو شتي اسم محمد راس محمد راه تزوج بوحده ويلي كديرها عيني ازرقين شعرها اصفر وبوحد البلط بالله رب هادشي تا هو كيعني ليهم كيعني ليهم الكثير بحال هادوك بيضه بيضه مسلوقه بيضه مسلوقه قشره الله ينعل ربهم هادشي كله لبدنا على داك الموضوع ديال السعايه بحال هنايا مني تيبغيو يسعاو تيحط حداه كلب باش نتايا يبقى فيك الكلب وتقول على وجه الكتاب تتبسش لدار تقولوا على وجه داك الكلب غادي ندور معاك لان داك الكلب مسكين بريء وجالس حتى هو تيعاني معاك في الزناقي تتولي انت ربك عاطيه لانه صافي الناس دازوا لدرجه الانسانيه الاحسان تجاه الحيوان هما الاخرين ولاد القحبي تحيه نضاليه اليوم من هذا المنبر خصها تكون دايره الزيف باش يحس براسو لانه الصدقه هو تيدير انفستيسمون الصدقه هي ماشي تيصدقها حبا فيك لانك انت فعلا بقيتي فيه والدليل هو ان الحيوانات ما تيبقاوش فيهم عمرك شتي شي مغربي كبير وهذا بقى فيه شي كلب من غير هذوك الحماق ليجان ديالنا اللي فيهم العتيبه شي واحد بعقله
مثلا ديما مجرين عليهم اخرج عليا كلب يجيب الملائكة انزل البالة هل جايب الكلب اللي هنا نزال ولا نخرجكم انت وياه باتوا في الزنقة هو همه غير كي جالس ربوتي انفستي في الدنيا انفستي في الفلوس حاطهم تحت الشليجة انفستي في الحسنات انفستي في اي حاجة الدرهم ما تخرجهاش هكاك تخرجها وتفكها علاش دابا هذيك اللي تيصدق عليها ربك راه ماشي كيصدق عليها لانها بقات فيك حالة انسانية والدليل هي انني قلت لكم ما كيصدقوش على شي وحده ما دايرهاش الزيف وما كتلقاش طلبه ما دايرهاش الزيف كاع الطلبات دايرين الزيف وكلهم جالسين حدا الجامع وتبقى تحت الراس حاصل راه زعما ما زيغاش كاين واحد الطلبه كان الحوا ما مزيانش والله كاين واحد الطلبه أو السيدة كارولينا كدير الزيف كتريح حدا الباتيسري وكدير الزيف وكاع كدير الماكياج ربما بان ليا بحال ولكن هي شويه زوينه يعني بحال حديث ومغزل هادشي اللي بان ليا تفضلي تفضلي السيدة كارولينا واخا يعني خرجتي كملي في المداخله دخلني اخويا الموضوع جردي من شعري ودخلني جزاك بخير اجاك شبان لك الاستاذ بيان لي غفت شي انا جبتو على حساب كنا كنهضروا فهاد الشيء مع بيان لي وتفكرت هاد الحالات هادو تيقول له واك كي باش تعاوني الوليدات وفي كيدور كيشوف الله في السماء وتيقول له والله يقبل تبعد علينا البلا حنا وليداتنا فهمتي ومشي تيدير شي اكسيدون تيتزقل تيقول له هذيك الصدقه اللي درت هذاك النهار تلقات هي اللي هزات عليك هذيك الصدقه كيبقى ربو عاقل انه عطاها كيكون عطاهم كسكسو كيمشي يدير هذوك الطلابين الكسكسو وتيقول لها هذيك القصريه اللي خرجت هذاك النهار شوف لانفستيسمون كيدير دابا حنايا باش نتجنبوا لي زاكسيدون خرجوا كسكسو اعطيه السميده ما تهرش ما تعطيش السميده يدك فيه مايك واتشكين الصوت واش بصح كاين واحد قال لك واحد الكلب كيدير راسو واحد الكلب كيدير راسو عرج باش ما يضربوش وحق الرب عظيم الاخوان هاد الكلب هذا خصو يعطيو شي ميداليه وفي العالم كامل الى انتيليجون والله العظيم قريت والله حتى غادي نشوفو بالله كلب كيدير راسو عرج حتى شنو هادي ليفولوشن الكلب ديال مول ولا سمارت ولا كيعرف الا كان عرج راه غادي يخليوه ليكو عليه والله عندي راه تكرا صيف لك اللينك ستوب إيلون ماسك يا كاين واحد القضيه كانت في المغرب ما عرفتش واش لبقات دوك العيالات اللي كيريحوا كينقيو لك الخرشوف ولا كيفسخوا لك الحمص كنت يقول لك الصبانه كتكون مريحه حتى عشت في واحد الدرب في المغرب اون جوفيو كيكونوا مريحين حدا حدا الماشي تما كنا وقت ما الوالده ما كايناش داكشي كنمشي كنجيب شي وحده يا اما كتفسخ الحمص ولا كيعجب الخشوف حتى يكونوا يديهم تيكونوا يديهم كحلين بالخشوف كريحوا وهذه طريقة زوينة ديال القحوب في المغرب زعما محترمة الإنسان أولا كيعرق شوية على الفلوس وداكشي ماشي أنت كتفسخ وداكشي راه خدمة فيها عرفتي شناهي تفسخ الحمص كتشيد دابا الحمص وكتعطي ليهم كيفسخو لك الحمص وكيفسخو لك حتى الحمص الآخر كي عندهم مع الفسيخ كيفسخ والله هادي زوينه وكاين ثاني شي وحدين كتلقاهم كيطلبوا كتلقى مثلا حاط شي ماكينه ديال الحسانه مستعمله ولا شي حجره ديال الراديو السبع ولا شي حاجه وحاطك ومشطار ولا شي حاجه
فهمتي هو في الحقيقة تيقول لك عافاك إلا ما عطيني دور معايا في العود ما يطلب تيقول لك أنا كنبيع فردة واحدة ديال الصباط فهمتي إلا تحتاجها عجبك فيها الطالون ديالها تلصقو شي صباط خور ولا شي حاجة أنا كنهضر يا أيامات الحزقة ديال بصح في المغرب يا تيبيع لك شي حاجة لا علاقة حاطها علاش حيت ما في ما يبقى مريح وطلب تيقول لك نحط هذا الشيء المهم شي واحد راه غادي يعطف بحال داكشي اللي كيديروا في مراكش القرابه اش كيدير القراب القراب كي القراب فاش كتسولو مع مو تيقول لك القد والقد ديما تيقول لك احنا تبارك الله الله يرحم الوالدين والحياه واعره وعندي سبعه الاولاد فهمتي زعما تيقول لك عافاك اخا القربه استنى انفيستيسمو مستثمر على القربه فيها الماء اذا اش كيدير بنادم كيطلب فيتحسن تي في السوق لو ما عمرو يحسن في السوق تحسن في السوق صح حتى السوق كانوا كيحيدوا فيه الدم كيدير لك واحد الجرحه في اللو ديال راسك كيحسمها وتيدي في واحد الجعبه بحال البيبا تيدي واحد الكاغط في الراس زعما ليجيان كيقطع واحد شي دفتر كيحطها في هذاك الراس وكيمص لك الدم تيقول لك راه مزيان كيحيد لك ودابا لا سيونس كيقول لك هاد القضيه مزيان بزاف الدم ديالو فاش كيحيد الدم كيرتاح والله الا بصح بالله تيطير لك شي ودن لا لا هذا غير كيمص لك الدم كيمص لك الدم وكيبقى يدفن والله يا خويا بيديك كتكلم يا اختي تي بعدا ما خصكش تاكل حيت ما صايماش تي بغيتي تصحري مع عباد الله وانتي ما صايماش داك الشيء علاش صيفطني ليك الله صيفط لك الشيطان باش يغريك خصو لك هذاك السحور ديالك هذا هو المغرب ديال الزوين من ولا الكلب كيدير راسو عرج اشوف ربع بعد نسى احفظك مع العادي الكلب كيدير راسو عرج في ريفال الانتيليجونس ديال الكلب ديال الامريكا تكلم شمعة من القمر حياة كريمة حتى شنو هو الكلب في المغرب صاحبي حتى شنو هو تعيش كلب في المغرب تخيل واحد الحيوان ما كيحملوش الله هذه شي حاجة أكوية كيفاش انت ما كتحملوش كيفاش زعما خصك تحملو وريف هو فهمتي مريض شا دين واحد دين مريض انت ما كتحملش الحمار كيفاش ما عزيزش لك الحمار what the fuck اش كتكبر بهاد الافكار ما كتعرفش اش كتعني لما عزيزش عليا الوزاخ الوزاخ هو اش كنقول داك الليزرد داك بوبريس سميتو ما عنده شي 8 ديال السميات في المغرب والله العظيم حيت واحد الحيوان اللي كيعيش معنا الثقافة سميتو بوبريس سميتو الزرمومية سميتو الزرزومية سميتو تقليت بالشلحة سميتو الحنقور في شي بلايس الوزقة غير واحدة قالت لك الوزقة الوزاخ الوزغة الزليزم سيفين الزليزم علاش حيت كاين عندنا في الديور كلنا دابا هو ما عزيزش ليه هذا كيبازطو في الدار وداك الشيء هذا كيكون في الدار كيطير ديال ما كتكون الدبانه كيطير على هذه الكلب هذا هذه الخدمه ديالو كيمشي حدا الضو وكيتسنى يجيو دوك الحشرات اللي كيمشيو دوك كان عزيز علينا هو ما عزيزش عليه الكلاب حيت الكلب والشفار ما كيتحملوش حيت الكلب كيعيق بالشفار باقي ديال مو بعيد كيسمعو وكيبدا يذبح وكيحيه
والرسول كان شفار، داكشي علاش ما كيحملش وما كيحملش الكلب الكحل، حيت الكحل ما كيبانش ليه في الليل. مازال الا كان بيض كيبان ليه راه داز ولا ضبط فيه القمره ولا شي، تيكون ديال المكحل ما كيعرفوش منين كيغوت، ما كيعرفوش حتى ما بقاش كيحمل هو الكلب الكحل. والله حتى بالصحة الاخوان، راه الا كنتي الخدمه ديالك شفار ما كتحملش الكلب ياكل، على حيت الكلب كيسمع قبل ما يسمعك بنادم بشي 10 د المرات. مالي داكشي علاش ما عزيزش عليه الكلب؟ قلك ما عزيزش عليه الحمار، هذا الحمار ما يمكنش يعيش في الصحراء، انت خص يكون عزيز عليك على الجبل ياك، حيت الجبل كيريح شهرين بلا ما، والدنيا هاني عنده. ألم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟ ما قالش لك ألم ينظروا إلى الحمير كيف خلقت؟ علاش؟ حيت الإبل تقدر تعيش مع الحمار ما كيقدرش يعيش معه. أمك سمعتي شي رسول كان راكب على شي حمار؟ يسوع المسيح فاش كان داخل أورشليم كان داخل على حمار، ايه فاش ولات داك ايد شأنينة. قلت لك بيان ليغ هذيك الوزغه بنت القحبي، كاينين دو فيرسيون، كاينه لا فيرسيون الاسلاميه ديال خصك تقتل ربها من الدقه الاولى باش تائل من الحسنات، وكاين لا فيرسيون ديال العادات والتقاليد المغربيه شدها وخرجها. هي ما طالبينش بما معناه حنايا ما طالبينش كي تيقولوا ليها نسيت سميت هذيك الجملة، حنا في حنا زعما في حما الله ولا شي لعيبة بحال هكا عرفتيها، كيشدوها وتيلفوها في شي جفاف ولا شي لعيبة وتيخرجوها ومتيقتلوهاش. يا ديك ديك المعجبة ديك اللي عندها واحد الراس في شكال وشي يدين في شكال وكتكون خضرة ياك، اسميت هذيك اسميتها كاش كتسميوها المعر ما... لا لا كاين عندها واحد التسميه شي حاجه ديال سيدي ربي ولا ديال شي حاجه بحال هكا. جاتني هي نفسها، لا هذيك واش هي اللي كتهضر عليها اللي كتشبه رادا، هذيك هي اللي ما كنقتلوش حيت كتعبد الله، حيت راسها كتبدا تحركو. كنا كنقولوا لا ماشي البوبريسا نو، اذا كتهضري عليها هو داك اللي هي كطير هذه. بالحاش ما عرفتش، لا نقول لك واش كتعرفوا بعدا علاش كنهضر عنده واحد الفيغوره بحال شي ايليان، عنده واحد الراس متلت ماشي بوفوطوطو، هذاك الفراش هذيك اللي كتاخذ اللون ديال الحاجه اللي هي ليها ياك في جرس ميتر. لا كاينه واحد الانسكت كتشبه الجراده ولكن عنده واحد لوكوغ في شكال، ليزيل في شكال، عنده واحد الفيغور واحد الوجه متلت، وكدي واحد الحركات بحال العباده، فهمتي فاش كيشوفها المسلم كتعبد بحالو. البيه لا ماشي البيه هي ديك نو، كاينه واحد الحشره خضراء كنسميوها شي حاجه ما عرفتش لا فهمت شي حاجه هذيك مانتي شي حاجه مانتي كتكون مانتيس اللي كتقتل. لا بالمغربيه عندها واحد السميه عندها علاقه بالله ديال لعبات الله ولا شي لعبه بحال هكا كنسميوها، كتكون بحال المسلمين عزيز عليهم مكوز. لا التكواز عنده معنى انتيليجونس، فاش كتبقى تكوز حياتك وديما راسك لتحت ولوكوغ ديالك الفوق، شي حاجه كتوقع للدماغ مع الجاذبيه كتاثر على البوزيسيون ديال المخ وسط لابوات كرانية، تما كتعطيك واحد الشعب حمار. اولا الشعب اللي كيكوز ما تسناش منه خير، فهمتيني؟
حيت ديال الحوايج بدلناهم في الحياه ديالنا غير باش ما نكوزوش، بس باش ما نبقاوش ديما مقلزين ومكوزين دولوتر، فهمتي؟ لحقاش فاش كتكون مكوز ماشي بالضروره تكون تكويزه الفوق، تقدر تكون مكوز ومريح towards the ground. صباح الخير بيان لير، كتسمعني؟ لحقاش تكويزه عندها علاقه بلا فورم ديال رجليك مع ظهرك. كتسمعني؟ نعم خويا. هذيك اللعبه اللي كنتي كتهضر عليها هي مانتيز، وفاش مشيت جوجليتها الترجمه ديالها للعربيه تسميتها بالعربيه فرس النبي، فرس النبي مانتيز. الله يتخلص من الضحك ديال الله. فرس النبي، واو، هادشي راه بحال داك الفيلم ديال المخيات اللي سميتو انتس، داك اللي كيدير لك النمل تيديرو بالكاريكاتير ولكن لايف. يا فرس النبي، حنا سميتها، قلب على سميتها بالمغربية، والله لا سميتها عبات الله ولا شي لعبة، شي حاجة عندها علاقة بالله فيها كلمة الله. خذوا المايك، إذا فرس النبي. خذوا المايك، خذ. Get the fuck up.